زي ما انتوا. كمل الليمبو يا حبيبي اللي بتشربه. بقى انت بقى بتغفلني وبتقفلني في 150 الف جنيه وبتحط لي مكانها فلوس مزوره. اديك يا عم وقعت في شر اعمالك. انت بتاعي ولا بتاعك؟ لا فوق معايا كده يا عم. قسما بدين الله اقصف فيك لو ما قلت لي البضاعه وديتوها فين. البضاعه خرجنا بيها وبعناها ساعتها وهي على العربيات. بعتوها؟ اه. طب يلا يا عم على البركه. تبقى فلوسها؟ تد الله. كم دول؟ 140. 140؟ فاضل 10. والله العظيم حرقنا البضاعه 140 بس. ماشي. تعال عشان انت اللي تحل الخروج. تعال عشان صحابك تحت. يلا. بقول لكم يا رجاله انا مش جاي اتشكل واتخانق. انا كان ليا حق وخدته وخدته ناقص حته وراضي وبكيفي. الارض دي ارض موت. اللي بيخشها ما بيطلعش من هنا غير على تربية اهله. حلوين انتوا يعني؟ خلاص يبقى الموت في القطره سطره وتشكر ما نحرمش. يا حنان انت يا بنت يا حنان. حنان يا خرب بيتك هتجيبي لي الكلام. مش 100 مره اقول لك لما تندهي تقولي يا مؤمن. واقول يا مؤمن ليه اذا كان انا عايزك انت؟ عشان يا اختي عرب عايز كده.
ما بيحبش حد ينده باسم الجماعة بتوعه، وأنا بقى أبقى الجماعة بتوعه. الجماعة بتوعه. استني يا أختي هرجالك. تعالي. يا خايبة، يعني هو كان كتب عليك عشان يتحكم فيكي كده؟ لا لا لا، عربي يا اختي يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، وانا عليا اسمع كلامه وبس. وبعدين يا اختي ما كنت اتقرصتي في ايدك ورنتيلي بدل الفضايح دي. معلش يا سيدي، اذكى اخواتي على طول كده. عصفوره عصفوره عصفوره. اه يا اختي خلينا في المهم. عم عربي لسه راجع من بورسعيد، خدت منه البضاعه، قال لي هجوم صرفيهم وبعدين هنبقى على حسب. يا بنت بتطلعيهم في الشارع؟ ايه يا مصيبه اللي انت بتعمليه ده؟ في ايه يا بنت؟ وهي مخدرات؟ فضحتينا. انا هدخل ادخل الشنطه واروح افرش مع ابويا وارجع اشوفها. وبلاش بعد كده يا حنان يا حنان. المؤمن ايه؟ يا صباح، فين الغام؟ ما جاتش تفطر معانا ليه؟ معلش جالها فوق كده ايه سياحي كبير وبتاع آه. ونزلت بقى عشان تزورهم. ده بقى بيجي لنا ناس كتير كده كده. طب كويس، او شويه دولارات كده يدخلوا البلد يعملوا انتعاش. كلمتكيش عن الواد رامي؟ سالتها كل شويه تقول لي ما سمعي تليفون يا ماما، اصل لحظه واحده بس جايه لك، وما بتقولش حاجة مفيدة. ما بس عايز اقول لك حاجة، الواد رامي ده بسم الله ما شاء الله عليه، أنا فرحان بيه أوي. واد جدع وشغال وذكي، مخه حاضر. يلا ربنا يوفقهم إن شاء الله.